يعقد البرلمان العربي يوم غد جلسة مخصصة للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يرفض جملة وتفصيلا المحاولات المستمرة التي تتبناها برلمانات ومنظمات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. تقدمت مقترح لهيئة المكتب لتخصيص الجلسة القادمة التي ستأخذ إن شاء الله غدا السبت بخصوص الرد على الإساءات التي تتعرض لها الدول العربية، خاصة أو في موضوع استخدام حقوق الإنسان واستخدامه وتسييسه لاستهداف الدول العربية والتدخل في شؤون الدول العربية من قبل برلمانات ومنظمات ليس لها شأن وليس لها اختصاص بالتدخل، ومحاولة فرض هيمنتها على الدول العربية ومحاولة التدخل في شأن الداخل العربي. طبعا كل هذه السلوكيات وكل هذه الممارسات مرفوضة من قبل البرلمان العربي، واجب علينا أن نتصدى لها وأن نوصل لهم رسالة بأن ملف حقوق الإنسان ملف بالنسبة حق الدول العربية بالنسبة حق البرلمان العربي ملف مهم، ملف مهم بحثه، لكن وفق الأطر والأعراف والمعايير الدولية دون أن تدخل أو دون أن نعطي يعني يعطوا أنفسهم حق التدخل في الأمر الداخلي للدول العربية. لذلك البرلمان العربي سيصدر مشروع قرار في الجلسة القادمة وسيتحدث النواب وسنوصل الصوت العربي الحقيقي اللي يمثل الشعوب العربية في الدفاع عن الدول العربية